سامحني انا وياه. انت وابنك؟ لا انا والعصفور. ما بدي اشرح لك كم كان حلو والوانه حلوه، بس لما نبل ساحت الوانه صار يرفرف بجناحاته لحد ما سكت. مديت له ايدي ما عرف يرد علي، ما بعرف وين راح. كنت واقف بطلع عليه، انت اللي قتلت العصفور، غرقته، محيت الوانه. كذاب، انت اللي قتلت العصفور، غرقته ومحيت الوانه. كذاب. لا انت غرقته ومحيت الوانه. لا 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 ايش بدك؟ لا لا ما تضربني، ما تضربني، ما تضربني. انت اللي قتلت العصفور، انت غرقته محيت الوانه. غيف الحمد لله. نقلونا لهون مؤقت بس قبل ما تخلص العاصفه. شو رايك تيجي معنا؟ محتاجين كل ايد تساعدنا بهاللحظه. Thank you.
ايه؟
الجزء الثاني من البحر. صباح الخير. صباح النور. نمت منيح؟ نحن وين؟ نحن بهذا المكان بسبب العاصفة. جو مبارح كان كتير سيء، نقلوا كل شيء لهم. كيف صرت بعد هالنوم الطويل؟ تحسنت؟ شو اللي صار؟ خوفتني عليك. لو شفت حالك كيف كنت نايم وبتحلم، كان نفسي أرسمك أو حتى أصورك لو معي كاميرا. كنت بحكي وأنا نايم؟ شوي. قلت لك إني بحبك وأنا نايم ولا لا؟ لا. يلا قوم. يا العاصفة امبارح خربت الدنيا. اسمعي، أنا لازم أشوف مؤيد، بدي أحكي معه، وأكيد هو قاعد بدور علي وبده يحكي معي. شو بدك بمؤيد؟ ما شفته كيف هجم عليك امبارح وكان رح يخنقك؟ لا ما كان بدي يخنقني. مؤيد كان بفتح عيوني. مؤيد حكالي على عصفورة ومين بده يمحي لونها. مؤيد ما بتعالج هون. مؤيد قاعد بتعذب، قاعدين بيعذبوه. اللي حكونا اياه على المصحة هون انهم مجرمين، المرضى لا، المرضى بس قصصهم غريبة. هم مش مجرمين، هم مش عاملين أي إشي، مش عاملين أي إشي. فهميتني سيف؟ أنا رأيي تطلع من اللي أنت فيه وتنسى الموضوع وارتاح. خلينا نرتاح. تعالي. مش قادرة أحكم قديش سهل أو صعب على الواحد إنه يتأقلم مع هيك مكان. الواقع خيار صعب. مرات رغم قوة العقل البشري ما بيقدر يتحمله. لمتى رح نضل بالبيسمنت؟ امبارح بس دخلت وحسيت حالي دخلت العزل. نادين، شو قصتك؟ حاسك شوي متغيرة. خايفة. كل واحد فينا جواته خوف،
بس لازم نسيطر عليه. بشوفك المساء. مش مصدقة انه طلعنا من المصحة. انا وياك زمان ما قعدنا بهيك مكان ولا كنا مع بعض. من زمان ما حكينا. حاسس كلامي صار شبه المكان، الاشخاص اللي عايشين فيه. مريض وبده علاج. اشتقت نحكي عن الروح. أنا اشتقت لك أنت. من لما تركنا بعض كتير وقت ضيعناه على الفاضي. يمكن بعدنا بهذيك الفترة هاي له تفسير. يمكن بعد ما كان مكتوب عشان نرجع نعرف قيمة اللحظة اللي كنا عايشين فيها. أيامنا الحلوة كنت ما بدي يضيع شي مني. بدي إياك أنت والمكان والذكريات. فيك تسميها أنانية بس خسرت. هربتي. لحظة ضعف وانكسار من لما تركنا بعض ما ضل شي حلو بحياتي. ما ضل إلها طعم. حتى اللون انسرق منها. كانت بتشبه محاولة الانتحار. انت بعدك بتحبني مثل الأول. زي الأول. حتى النظرة الأولى أنا نسيتها. أنا كل مرة بتفرج في عيونك أحس إني بشوفهم لأول مرة. أنا هيك بحبك يا رب. سيف متى رح تخلص هاي الحكي؟ تعالي. ذاك المكان هو اللي راح يجاوبنا. معقول يكون هناك مكان العزل؟ مش انت قلتي انه ممكن اي شيء يصير بهذا المكان؟ سيف انا ما بدي احكي لك اني تعبت بس بجد نفسي كتير نرجع نعيش مثل زمان. انا عارف انك تعبتي بس إذا بدنا نعيش حياة جديدة لازم أعرف شو اللي صار بالماضي وانهيه عشان أكون معاكي. أنا معك دائما وأبدا. تعالي. يلا. ساعات أحب عمري وأعشق الحاجات. ساعات
الجو اليوم أحسن من امبارح بكثير. أهلين دكتور. جولييت موهوبة. وين مؤيد؟ للأسف مؤيد أنا فشلت في علاجه، لكن راح أضل وراه لحد ما يشفى. لازم أطلعه برا، لازم أرجعه للحياة. مؤيد مش مريض، لازم أعالجه. أنت صحيح في مركب اليوم بدها توصل، خلص مقالتك يا ريت تنصفونا في المقالة. طيب ممكن أشوفه أسأله كم من سؤال قبل ما أروح؟ لازم أشوفه. لا للأسف للأسف حالته سيئة جدا، مش راح تقدر تشوفه. شو رأيك تشاركونا فرح جولييت؟ كلكم بالمية، انت اول واحد بدي ارشكم. ما بصير ضل هون، طلعوها فوق بسرعة. يلا